اللي عايز اقوله، لان دائما نظرة المواطن البسيط ان لو عملنا برنامج مع الصندوق دي معناها انكم هتحملوا لنا اعباء وهتعملوا لنا مشاكل. بالعكس، احنا الحمد لله الفترة البرنامج الاولاني هو اللي خدنا فيه كل الاصلاحات الكبيرة، والبرنامج اللي احنا ماشيين فيه اللي خلص من سنة واللي احنا كمان بنقدم عليه دلوقتي هدفه زي ما بقول لحضراتكم ازاي نحافظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو. دائما تحدينا الكبير جدا دولة بتزيد عدد سكانها، حضراتكم عارفين على الاقل متوسطنا في العشر سنين اللي فاتوا في حدود الاتنين مليون سنويا. يعني معنى كده انا عايز على الاقل مليون فرصة عمل سنويا جديدة. اقتصاد يعني بينمو بحجم كبير، دولة بتنمو بحجم كبير، عبء وتحدي موضوع خلق فرص العمل بيبقى عبء هائل علينا جدا. عشان كده احنا قادرين ان شاء الله في الفترة الجاية ان احنا نستمر، وبطمن كل المواطنين الاقتصاد المصري بخير، وحنستمر في خلال هذه الفترة. ودائما زي ما بقول لحضراتكم ده واجبنا كحكومة، نضع دايما السيناريو الأسوأ ونخطط ليه ونتحرك على هذا الموضوع. لكن ربنا كرمنا والأمور انتهت والأزمة خلصت بأسرع وقت، خلاص بتبقى الأمور بشكلها الطبيعي. عشان كده يمكن أنا كنت حابب أن احنا نتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع ونوضح كل الصورة. ويمكن احنا كنا من يومين ثلاثة كان في مؤتمر آخر عشان نشرح برضو الموقف، وحنستمر في بصورة متوالية أن احنا نشرح لحضراتكم كل الخطوات، عشان هدفنا كله أن احنا نطمن المواطنين على نجاح الدولة المصرية واستمرارها والاقتصاد المصري أنه هو بخير إن شاء الله.